شكرا كذلك لقبول الدعوة. اليوم نحن نتكلم أكيد عن أرقام كما اسمها البعض الإعلاميين أرقام فلكية، أرقام ربما كبيرة تفوق الخيال، ولا بأس أستاذي أن أذكر بها. في ملف تركيب السيارات كلفت الخزينة 11 ألف مليار سنتيم. العصابة أوهمت الشعب سياسة التقشف للاستحواذ على أموال الدولة، يوسفي تسبب في ضرر مادي للخزينة ب 2900 مليار سنتيم. بدا محجوب تسبب في خسائر بلغت من ملايير دينار. زعلان فتح كذلك حسابين ضخ فيهما 30 مليار سنتيم. عرباوي ومعزوز وبيري كبدوا الخزينة العمومية 5000 مليار. أستاذ، هذه الأرقام الفلكية ما يمكن أن نقول عنها في شق الاقتصادي، خصوصا وأن بعض الاقتصاديين صنفوها أنها ميزانية بعض الدول؟ طبعا شكرا على الدعوة. صار الأمر، يعني أنا هذه الأرقام الفلكية أو الأرقام الخيالية صرت أحبذ أن أتفاداها. لماذا؟ لأنه الآن الشعب الجزائري، أنا في الصباح وأنا جاي طلعت على أحد المواقع، صبت إنسان حاط صورة تاع بنته ما عندهاش، يعني معوقة ما عندهاش اليدين، قاعد يتسائل على 600 ألف مليار اللي يتكلموا عليها اللي تنتسب لي الوزير الأول الأسبق ويحيى، ويتسائل هل عملية جراحية لبنته عندها مكان في المبالغ هذه، هل هي ضحية من هذه المبالغ؟ نعود للسؤال تاعك. لما نقوم بعملية التجميع، هذه هي ميزان الدولة الجزائرية، هذه هي لما يكون المبدأ هو حاميها حرميها. الناس هذون اؤتمنوا على مقدرات الشعب، على ثروة الشعب، على خزينة الشعب، خزينة الجمهورية، في حين أنهم الآن نشوف أنه هناك اقتسام بين عصابة أو عصبة أو مجموعة ضيقة جدا، هم أصلا رجال سياسة، يعني الرجال اللي كان من المفروض أو منوط منهم أنهم يسيروا هذه الأموال للصالح العام للشعب الجزائري، الآن أكتشف بلي حسابات خاصة أو حسابات يعني محولة إلى وجهات مجهولة. هذه هي ميزانية الدولة الجزائرية، ما نتكلمش على دول صغيرة، هذه هي ميزانية الدولة الجزائرية لما نقوم بعملية التجميع. أنت لما تشوفي مثلا، نتكلموا على الاستثمار الأمريكي في الجزائر، نقولوا 6 ملايير دولار مثلا، وصل يعني 6 ملايير دولار. الآن لما نحولها إلى الدينار، تسيبي هذه هي المبالغ، هذه هي المبالغ اللي من المفروض أنه تدخل الخزينة العمومية جيبيتها، أو ربما هي في حد ذات هذه المبالغ هي اللي تمول أو تحرك الاقتصاد الجزائري، الآن هي تحرك حسابات خاصة. هذا الأمر يعني بريمو يعني يصيب بالإحباط، خاصة الخبراء اللي يعرفوا قيمة هذه المبالغ والدور تاعها اللي من المفروض وين تكون هذه المبالغ، ويعني ومردوديتها الاقتصاد الوطني وحمايتها الاقتصاد الوطني. طيب، هل نستطيع أن نقول لو لم تنهب هذه العصابة كل هذه الأموال، هل يمكن أن نقول أن الجزائر كانت لتكون في بحبوحة مالية؟ طبعا احنا نتحدثوا على نهايه التسعينيات، لما جاء الرئيس الاسبق المستقيل ومنتهي ولايته، لما جاء بدات مرحله البحبوح، لانه سعر البترول، سعر برميل البترول قفز يعني حتى ل 120 دولار للبرميل. عائده البترول وجبايه عائدة البترول أو الريع البترولي يعني أعطت واحد الدفعة قوية جدا وانتعاشة وبحبوها الخزينة العمومية. من المفروض هنا كان التفكير في بعث اقتصاد حقيقي اللي هو يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين أنه هذه البحبوحة استغلت أولا في دفع ديون الجزائر وديون الدول، وأيضا قمنا بمسح ديون دول اللي كنا احنا المفروض أننا نطالب بها، مسحناها لهم، يعني وصلنا حتى نولينا نحن نقرض صندوق النقد الدولي. يعني الأمر صار غريب، سياسة كما هذه هل يقرها دستور الجزائر؟ هل قوانين الجزائر تسمح بمثل هذه السلوكات؟ إذن البحبوحة اللي كان المفروض أنها تخلق اقتصاد ومردودية وسيولة للخزينة العمومية والاقتصاد الجزائر ونقوم ببناء قاعدة اقتصادية قوية، راحت بالعكس، راحت ك يعني راحت في غير محلها. لما تروح في عام واحد تدفع تقريبا 75 مليار دولار كقروض، لماذا؟ علاش ما تحطتش خارطة الطريق، تحطت مثلا جدولة للديون هذه يعني على المدى الطويل؟
كي لا تتاثر الخزينه العموميه وتتاثر سويلة. هذيك البحبوحه من المفروض اننا اليوم رانا في مصاف دول كبرى مثل اندونيسيا وماليزيا وتركيا وكذا، على الاقل يعني في الصف الثاني من الدول المتطوره. ما نقعدوش الان دوله متخلفه، حتى الدول اللي كانت سيره في طريق النمو راهي فاتتنا الان بسنوات ضوئيه. يعني تم النقيض تماما. سويلة المفروض انها تخلق لنا قوه، خلقت لنا ضعف وهن، واعطت لنا مؤسسات يعطيني مؤسسات اقتصاديه ضعيفه جدا، ونظام حكم او منظومه حكم فاسده جدا. راك تشوف النتيجه وراهي، راك تشوف المبالغ راهي تذكر مبالغ فلكيه. نعم. تصيب الجميع بالاحباط. طيب هل تؤمنون بمعادله ربما بسيطه كتبتها هنا؟ الفساد المطلق يساوي المال الفاسد زائد سياسي فاسد زائد التبرير الدائم للفساد. شوفي طبعا هذه لا كومبينيزون او التركيبه اللي تتطلب رجل سياسه فاسد ورجل مال فاسد، ما نقولش رجل اعمال، رجل مال فاسد واجهزه الرقابه اصابها السم والبخل. لماذا؟ لانه رقابها موضوعه بيد هذا هذا السياسي الفاسد. ثم تعرفوا حاجه في الجزائر، انه كامل مؤسسات الرقابه، انا دائما نقولها ونعاودها، الديوان المركزي، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المفتشية العامة للمالية، لاكور دي كونت، مؤسسات الأمنية اللي كانت تاخذ الاقتصاد بعين الاعتبار، كلها كانت بيد رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية. يعني تقاريرها السنوية وتقاريرها لكل ظواهر الفساد لما تسلمها رئيس الجمهورية، وصح ننتظر لما يكون رأس الهرم فاسد. طبعا راح يتسطر على الملفات او راح يدمر هذه الملفات. لماذا؟ لانه هو فاسد وهو مصالحه في تغطيه هذا الفساد او الاداري على هذا الفساد. لماذا؟ لانه اكيد انا دائما نقولها لهم، كامل الخيوط يتربطوا في رجل واحده اللي هي رجل الرجل الاول في الدوله، حتى لو مش فاسد، انه تغاضى عن هذا العمل. احنا نعرفوا قضيه تاع سليماني، الحق حتى رئيس الجمهوريه وقعد معاه وفهمه في القضيه وفهمه في الفساد المستشري في جهاز الجمارك وكذا والعبور وكذا، وفي الاخير وين خلصت المعادله؟ خلصت عنده وعند المدير المباشر تاعه، المسؤول المباشر عليه. معناته الان راه يدفع في ثمن. اي جزائري وطني واي انسان يقوم بالتبليغ او يقوم بالاشاره الى عمليه فساد يصير تبليغ كاذب، ويصير قذف، ويصير متابعات قضائيه، ويصير في السجن. الان نظن باللي العكس اللي راح حاصل. الحمد لله، ربما هذه بدايه وهذه انطلاقه. الان على الاقل نوقفوا النهب للمال العام، ونوقفوا هاد الفاسدين الثانيين، نحيدهم يعني عن الاقتصاد الوطني، وتشوف يعني تكون عندنا نظره اوضح. طيب هل تعتقدون انه مثل هكذا محاكمات في هذا الوقت الذي ستكون فيه الجزائر في منهرج حاسم ربما قد تعطي مثل هذه المحاكمات درسا لاي مسؤول يمكن ان تسول له نفسه المساس باموال الشعب او الخوض في قضايا مال فاسد؟ شوفي هذه قضية مركبة. أولا مسألة وقت، الوقت ضيق، ما لازمش نقعد نضيع وقت أكثر. معليش، العملية الانتخابية أو سير العمل الانتخابي أو الحملة الانتخابية راهي كانت ماشية عادي، ما لازمش توقف الجزائر، ما لازمش توقف يعني القطاعات الأخرى أو كل ما هو موضوع يعني في 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 خانة المستعجل. الان قضيه مكافحه الفساد، شوفي عندها 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 تاثير مزدوج. اولا يتلعب على مساله الثقه، لازم الشعب هذا يسترجع ثقه في مؤسساته. معناته انه هناك نيه في مكافحه الفساد، قضاء على الفساد. نعم. حتى ولو يعني بوتيره متباطئه نوعا ما، لكن الشعب الان راح يشوف باللي هناك سابقه، الجزائر سابقه في العالم، انه في هناك رئيسي حكومه ورئيسي جهاز تنفيذي سابقين، هناك تقريبا 18 او 17 وزير الله يعلم. هناك رجال اعمال يعني اللي كانت تصدر المشهد العالمي. احنا نشوفوا حداد كان يروح يتراس لو ابسيو في منتديات في الولايات المتحده وفي اوروبا وفي المشرق، الان راهو في السجن. نستطيع انه كان نقول انه كان يمثل الفساد في طبعا هو كان واجهه لدول الفساد، لانه احنا الان شوف الارقام ولينا نتصدروا يعني المشهد هذا، مشهد الفساد العابر للقارات. حتى قضيه اللي راهي في محل دراسه، قضيه الكوكايين امر عظيم، أمر عظيم يعني لما يذكر في الصحف العالمية يعني راه يطرح عالم استفهام كبيرة. الآن قلت لك هذا الدور الأول، أنه ممكن تسترجع الثقة مؤسسات الدولة مع الشعب.
يعني مع المواطن العادي، يقول لك تيان الان راهم حطوا كبار او رجال المال ورجال السياسه تحت طائل العدل، هذه من جهه. من جهه ثانيه العمليه الانتخابيه يجب لها وقود او دعم. هذه مكافحه الفساد راهي تمد دعم كبير للعمليه الانتخابيه. لماذا؟ لانه البيئه بيئه تصحيح، بيئه ترشيد السياسه العامه، تخلي الناس تقول لك الان واش راح يخص؟ راح يخصنا رئيس اللي يكمل وتكون عنده هذيك القوه وتكون عنده هذيك الكلمه اللي صح ينفذ هذه القرارات ويدعم العداله ايضا بقوه، قوه رئيس دوله، قوه شخصيه وكاريزما وكذا. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه يجب الان وضع اجراءات وميكانيزمات استعجاليه من خلال هذه المحاكمات لتصحيح المسار، خاصة في قضية الاستثمار الأجنبي، الاستثمار الداخلي والاستثمار الأجنبي، قضية منح القروض، في قضية تسيير المال العام. إذن لازم الرئيس كيجي الجاي إن شاء الله بعد يعني بعد 12 من المفروض يكون عنده رؤية واضحة على الأقل، كي يستطيع أن يضع ورشاته، يضع الميكانيزمات الأولى للسياسة العامة للبلاد. الآن نتحدث عن الأموال المنهوبة، أموال الشعب المنهوبة وأموال الدولة كذلك المنهوبة، وأي جزائري الآن يتساءل حول مصير هذه الأموال، خصوصا وأن بعض من الدول مثال سويسرا على لسان برلمانيها قالت أنه أبدت استعدادها أنها ترجع هذه الأموال. اليوم من الشق الاقتصادي، كيف لهذه الأموال أن تعود إلى الجزائر؟ وهل يمكن بهذه السهولة التي يتخيلها الشعب الجزائري أنها تعود أموال المنهوبة إلى الجزائر؟ شوفي السؤال، قضية استرجاع الأموال أو استرداد الأموال فيها شطرين. الشطر الأول هي الأموال اللي موجودة داخل التراب الوطني، اللي هي ممكن تحت طائل العدالة أو يد القانون، ما فيهاش إشكال. الشيء الموجود ممكن أن تسترجعه الدولة أو ممكن أسترجع جمهورية عادي، اللي هو أصوله يعني خزينة عمومية، أو ربما راح يدخل في إطار الحجز. لماذا؟ لأنه هناك دعاوي في الشقة، هناك أطراف مدنية الآن اللي راح يترافع ضد الناس هذه المتهمة بالفساد، اللي وقع عليها عمل الفساد مباشرة. مثلا حالة إسعد ربراب اللي الآن ورفع دعوة تظلم للضرر اللي الحق به لما نزعوا منه الشركة تاع هيونداي، رغم أنه هو الآن هو أيضا تحت طائل العدالة ومرة في السجن وكذا ومتابع في ملفات، إلا أنه يحق له في القانون الجزائري في القانون العام أنه يترافع ضد الضرر اللي وقع عليه. إذا كل ما هي ثروات وأموال داخل الجزائر أمرها سهل، تبقى الأموال اللي خرجت. شو علاش نقولوا سهل؟ سهل استرجاع الأموال لما توفر الآيات وتوفر الميكانيزمات والأدوات. من بين هذه الادوات هي الاتفاقيات الدوليه والاتفاقيات الثنائيه ما بيننا وبين الدول، والاتفاقيات الدوليه مثلا اتفاقيه الامم المتحده لمحاربه الفساد. لكن في قضيه المال بالضبط، انا اعوذ بالله من كلمه، انا بصدد دراسه ملف اللي هو ملف الاتفاق الجزائري الامريكي، الاتفاق الحكومي اللي تديره حكومه الولايات المتحده، اللي دارته حكومه الولايات المتحده الامريكيه او وزاره الخزينه، لانه بالمقابل احنا عندنا وزاره الماليه وعندهم وزاره الخزينه، ودارته مع الجزائر. وكيفاش دارته؟ درته في 2016، معناته درته في العهد الرابع اللي بدات في 2014. لماذا؟ هي كاين تقريبا لحد الان كاين 175 دوله اللي موقع عليه، هو دائما يكون اتفاق ثنائي مع حكومات الدول، تقريبا معظم دول اوروبا، معظم دول الشرق الاوسط، امريكا اللاتينيه موقع عليه. احنا كنا من اخر دول، وحنا في الحقيقه احنا اول دوله في شمال افريقيا اللي موقعته. مثلا عندنا الجاره الغربيه راهي محل راهي في يعني في المراحل الاخيره. لماذا؟ لأن الناس هذوم يقوموا بدراسة جدوى. احنا جانا في 2016 وقعناها في 2016 وبأثر رجعي. نتفقي بلي أنه النية كانت فاسدة، نية فساد. أنا والله دائما نطرح السؤال ونقول دائما الشخص اللي وقع مهما يكون الضغط، إذا كانت فعلا جزائري وتقول بلي بلدي جزائري كنت قادر ترفض، لو كان بالاستقالة ما نخدمش الخدمة هذه أنا.
ما تقعدش الاجيال والتاريخ يوريني بصبع بلي انا اللي ضريت الجزائر، كنت قادر نستقل. لا خصوصا انه بعض التصريحات كانت تملي انه وتقول وتفيد بانه القرارات كانت من جهات فوقية. ولكن نحن نقول انه يعني مهما تكون عندنا حالات، بالمثل الجزائري واحد ما حط لك الموس في الرقبه، حتى عندنا حالات، عندنا حالات وطنيه، عندنا حالات وطنيه، وعندنا حالات ناس جمهوريين واستقالوا وقدموا الاستقاله وما تحملوش وزر الشعب الجزائري. وليس بعيدا يعني طبعاً عن الجزائر لبنان وغيرها من البلدان العربية في من استقال. الوزير وقع الاتفاق مع من؟ لو كان انا دائما نطرح سؤال، لو كان غير وقعوا مع الفيزافي تاعو، يعني بالمقابل تاعو، الانسان اللي وزير يعني وزير الماليه او وزير الخزينه، لا وقعوا مع السفيره، سفيره الامم المتحده في الجزائر. ما عليناش. الجدوى وشنو؟ دوك يقدر يمد اي تفسير، لكن انا نعرف حاجه، الشرط الوحيد اللي يخلي انه الجزائر تستفاد من اي اتفاق او معاهده دوليه هو الاستفاده بالمثل. المعامله بالمثل والاستفاده بالمثل. صحيح. ولا كان الضرر يكون ضرر بالمثل، نقتسموا الضرر ونقتسموا الفائده. لكن نعم. في الحاله هذه بحالتنا احنا، هذا الاتفاق يسموه اتفاق الضريبه، ضريبه الحساب المزدوج الاجنبي او الخارجي، وقعناها بضرر مبدئي. معناته كان الشرط الوحيد انه لازم تكون عندنا اتفاقيه جبائيه ثنائيه مع الولايات المتحده، احنا ما عندناش. وهكذاك احنا وفقنا وقعنا وصادقنا وتبنينا اتفاقيه الفاتكا يسموها، هي ابريجي من لونغلي، على كل حال يسموها اتفاقيه الضريبه المزدوجه على الحساب الاجنبي. هي في ظهرها انها اتفاقيه معادله الجبايه للمواطنين الامريكيين الموجودين خارج الولايات المتحده او في الولايات المتحده. هي قضيه، هي موسعه، لو كان كاين الوقت نقدر نتوسعوا فيها. قضيه المواطن الامريكي هذا او المواطن الامريكي او الجنسيه الامريكيه تمنح يعني تقريبا 13 ميزه، ممكن تمنح لك بالكارت جرين او بالاقامه في